وغادي نبقاو دائما في جو النشاط وجو المرح ونستقبلوا جميع رفيق رشيد. شكرا 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 شكرا، بارك الله فيكم. الحمد لله انا طرعرعت وسط عائله كبيره. الوالد ديالي كان عنده بعد النظر، الحمد لله احنا ما ساكنينش في بارتمان ولا دار عاديه، ساكنين في مستوطنه في ضيعه. الحمد لله بكثره التيسان اللي عندنا في الدار، الخدامه كتسربي الفطور بسونطروا، بالنسبه للغدا كيتسربها في طاكسيات حمرين، بالنسبه للعشاء كنمشيو سيدي علال التازي حيت كلشي عندنا في الدار. كتزيد غير شويه كيبان لك مولاي ابراهيم. مولاي ابراهيم يا لالا، سبعه رجال يا سيدي جيبوا الدي فيديو. يا سلام، عندنا 17 خدامه كيقليوا غير الفريت، رغم ذلك ما كيعرفوش يقليوا الفريت. العام الجاي خالتي وعداتنا قالت لنا غنجيب لكم سيمبا. الحمد لله بكثره التيسان اللي عندنا في الدار، مع كتحل الكراج كيبان لك الاخر ديال التوين. عين دياب كله غا الواي عندنا في الدار، عندنا الاكواريوم، عندنا لولا بيسين، عندنا لولا بيسين وانتيغري مع واحد المحيط ما كنبغيش نمشي نعوم فيه حيت كيبقاو يتبسلوا عليا الحريات ديال البحر. وعلى خير يعني غناخذ الحريه ديال البحر شنو نولد مع فواكه النهر. حيت انا ديجا كانت الصديقه ديالي سميتها عفراء على وجه عفساء، جايه من عفطاء، لا صوت لا صوره، تعرفت حب ما تعرفت كونيكت، حيت التفكير ديالي انا قوشي، شي دابا رجلي اليمنيه الدفران ديالها شادين جيت القوشي. ما كثرت ما درتها كانوا غيعطوني بطل العالم في البولينغ، كانوا غيسميوني بول. صراحه حيت حنا كبرنا في الخوف، فهمتي؟ هي انا كنت كنوض الصباح بكري وكنمشي نشف في القسم، كان كيشتهاب ليا التفكير، كنت كنفكر شهاب صفر. كنت كبروا في الخوف، كتكون باقي صغير داركم كيبداو يضحكوا معاك شي ضحك باسل. نتا وليدي راه ماشي ولدنا، راح لينا الباب ولقينا الشو، لقيناك في ليزار بيض كياكدوا ليه. شو دابا انت باقي برعم صغير، ماما كتبغي تخرج كترون ديك لخالتك، خالتك كتشدك كتبقى لك والحنا وفوسيس وزوين وكذا باش انت ما تبكيش. مع كتخرج امك انت كتحس بها خرجت كدا، خالتك كتعيط فاس ا كتركب فاس بي كتعطيك قنطله ديال لاصا. كنت نعس بتنخسيس كعدو بتنخسيسه ديال الصغر ديال بحال هكا، كنت نعس انت منخسس، كتجي امك يلا كتبغي تشرح ليها، كتعطيك حتى هي قتله ديال العصا. وشوف على الطفوله، كاين اللي مدوز الطفوله غير بالبلبوله وكيقول لك انا رجوله، لا هو طورنوفيس. شوف مثلا دابا مثلا هادشي كيبغي تعارف، مدام شريبي جميله جات عندها قوت القلوب، كيفاش غتقدم ولدها لقوت القلوب؟ كتقول ليه يوسف يوسف في بيزو طاطون حنان، يوسف كيجي مسكين شد اليوغورت وعاسي تقول له وي ماما ولي زالفا البي كيطيحوا الفرنسي على فان شبعان فرنسي وشد هذاك شي كبير وكذا وفي بزاف ديال التقابي ديال الزين وعنده شعره كحل كيسرسر بحالك وعنده غورميت ديال الذهب، تقول له وي ماما، كتقول لي في بيزو ما كتخليش فيه لي ماره. المهندس فاش كيبغي يتعرف على المهندسه كتقول لي شنو كليتي شنو شربتي فين قريتي اش من نيفو عندك. يا سلام البعبوعي غيتعرف على البعبوعيه، كتقولي واش عمرك تشديتي؟ ها ما كتضربش يديك والو، ما كتاكلش شي حاجه مهلويسات، واش نمشي يقول لها شي انا نقدر نجبد دابا ونخسرك ونخسر راسي. حيت العلاقات في الحياه المهنيه دابا الا بغيتي تخدم خصو يكون عندك باك بلوس باباك. انا كنت خدام في الاول سيكيريتي من سبعة الصباح سبعة العشية سيكيريتي تي كيمشي الشاف كندير سيكيرينيني كتشفر شي حاجة شتي كان هنا. كانوا عاطيني كلب، العام الجاي وعدوني الكلب ما طلعش معايا مزيان، طلع كيوصل الهضرة للمدير كيتبسل على الموظفات، الكلب طلع غير كلب. العام الجاي وعدوني غيعطيوني فردي وتيمساح، الحمد لله تيمساح مرتاح، هضرة جوج باق هنا ولا دير معاك. كنت عزيز على الموظفين، كنت ديما كنعمر لهم اتاي وكنعطيهم الزكوك واخا ما كيكوتيزيوش معايا في النعناع. ومن هذا المنبر كنقول لكم المقوله الشهيره، الحرشه منين شافت باناشي نسات شنو دوزات مع اتاي. ميرسي ميرسي ميرسي. شكرا رشيد رفيق.